والله مناسبة هني إني أوريكم الفنادق اللي أنصح فيها واللي ما أنصح فيها. كلهم سطر هني. هذه القاعدة ما شاء الله جميلة جدا. الحين بصور لكم الفنادق. الفنادق اللي ما أحبها أولها اللي ما أفضلها فيرمونت. كونراد ما أفضله. سانت ريجس جميل جدا وهو اللي سكنت فيه. أنصح فيه. ورا سانت ريجس أظن هيلتون رمسيس ما فضله. ورا هيلتون رمسيس أظن ريدز كارلتون. هذا الريدز الظاهر في بينهم شيء أو عقبه شيء ما أدري. ريدز كارلتون زين بس قلت لكم قالوا في مشاكل بالأسانسير ليه ما انحلت. ورا ريدز كارلتون كمبنسكي يمدحونه يقولون ممتاز وعائلي وكل شيء تمام. بعده فور سيزن ممتاز. بعد الفور سيزن جراند نايل ممتاز جدا العوائل وما فيه مراقص ولا شيء. بعدين الناحية الثانية شيراتون القاهرة مو زين. مو زين ما أفضل أنا بالنسبة لي يعني ما أفضل شيراتون القاهرة. وماريوت ما أفضله صورته لكم ما أفضل ماريوت. هني هيلتون زمالك هذا ما أدري عنه صراحة. هذيل الفنادق اللي قلت لكم عنهم اللي أفضلهم اللي ما أفضلهم مثل ما قلت لكم. وهذا الممشى الجديد الناحية الثانية. هذاك ممشى أهل مصر وهذا الممشى الجديد ما اشتغل للحين ما فتح. ترى تكلمت عن تفضيلاتي بالفنادق اللي عني. في فنادق بعيدة يعني مو على النيل غيرهم وايد. في فنادق والدف استوريا افضله بس قريب عند المطار يعني منطقة بعيدة شوي عن وسط البلد وكذي. اللي يعني اغلب شيء يروح اللي ما عنده مشكلة بمشاوير والدف استوريا جديد كسر الدنيا يعني فخم. فخامة والدف استوريا معروفة طبعا من لجري هوتيلز الفئة الاعلى. هذه في فندق كراون بلازا باركان بالشيخ زايد هم افضله بعد. واتمنى ما اكون نسيت شيء من الفنادق اللي يعني اكثر شهره. هذه تفضيلاتي واتمنى ما اكون وضح يعني اعتقد من المعضلات توضيح الواضحات. خلاص قلنا لكم هذا تفضيلاتي وهذا اللي ما افضله. عاد لا حد يسال اكثر من كذي. هذا سمير رميس اللي نسيته وهذا هيلتون رمسيس. اثنينهم ما احبهم ما افضلهم. ريد زين والفور سيزن اللي هناك ويا هذا الابيض على اليمين جراند نيل. وبعد هني في مبنى ميدان التحرير كان اسمه مجمع التحرير هذا اللي على اليمين يقولون خذاه شراء مستثمر سعودي بيسوي فندق. عاد صدق مو صدق الله اعلم بس موقعه صراحه يعني جبار مع انه مو على النيل بس ما في النيل عمارتين ورا النيل. هذا ميدان التحرير اللي بغت تدمر منه مصر. هذا الكافيه صورته ما ادري ليش ما حد انتبه ذاك اليوم اسمه ريتش كافيه. هذا هو والله طلع مفتوح تصدقون. لا باسل يقول لي ما شفته مؤنس حتى يقول لي ما شفته ما ادري ليش اسمه ريتش مو ريش. ريتش بالانجليزي انا بالعربي يعني. بالعربي كذي بالانجليزي مكتوب. هذه مباني وسط البلد كلها صبغوها قبل لونها اسود من التلوث. شوفوا كلها الحين مصبغه ومرتبه طبعا من الدوله ها غصب قانون يعني. شوف صار حلوه ما شاء الله. هذه اي ادري عجيبه وسط البلد كلها تونس حلوه حق تمشي عجيبه. شوف مباني اشكال والوان أزمنة مرت على هالمباني. شوف هذا في مشروبيات يا سلام في ظاهر مال سبعينات التصاميم هذه. هذا شكله مال التسعينات يمكن. شوفوا هني في أماكن مباني مصبوغة في أماكن لا. هذه مصبوغة دعاية كراش لحين موجودة. أحب وسط البلد استانس عليها. هذا محل حتحوت لي بوسط البلد من المحلات المشهورة بالقطنيات بعد. وهذا حلاوة
هذا كله محل، هذا هو حلاوة. طبعا المنطقة هذه كلها محلات قطنيات، بس أشهرها حلاوة حتحوت وهبة. هذا عداد السكان، هذا مباشر يعد الشعب المصري الحين 150 مليون المواليد اليوم 2000 كم والله ما أدري، تعادل 9 دول عربية. شوفوا المبنى ما أدري على أي طراز، المهم هني قصر بارون صورت لكم أمس بالليل. هذا وشوفوا شوف شوف حتى الحديقة جددوها، وشوفوا صار شلاته. والله يا جماعة قبل ودي طلعون صور قديمة له شلون كان أسود. قصر البارون كان هذا شكله عشرات السنين، تو جددوه السنين الأخيرة. تخيلوا كان هذا شكله عشرات السنين، التحفة هذه كانت مهملة بهالشكل. هذا والدورف استوريا، تحفة معمارية أظن لشركة استثمارات كويتية. جميل من داخل كله شير ونخل. طبعا والدورف استوريا مستوى ترى أعلى من مستوى باقي الفنادق، هو 5 نجوم كلهم 5 نجوم، بس اللي يعرفون والدورف استوريا يعرفون، ما يحتاج أوصف. واللي ما يعرفون ترى مستوى أعلى كلش بزاوية. هذا هذا لازق بالفيرمونت القديم مال شركة استثمارات كويتية، اثنينهم مقابل المطار، بينه وبين المطار يكون 5 دقائق. دشوا جوجل ماب شوفوا صوره من داخل، خيال. هذا قطن مصري. أوه. حلو. هذا تي 600، يعني 600 غرزة. شوفوا شلون لمعانة، ناعم نعومة مو طبيعية. هذا المحل عنده خصم 50% عليه، ترى مو اعلان ها، انا بشتري لي. شوفوا شلون تي 600، الفخامة تبدأ من تي 600 الى 1000. هذا الالف عاد الالف مو ناعم حيل، مستحيل تقول عنه قطن، مستحيل. كم قلت لي هذيل المترين؟ شوف هذا كم كان سعره، سعره 2400، بعد الخصم صار 1800 جنيه. هذا المحل بالفور سيزن الجاردن سيتي، هذا المول مو الطابق الارضي، الطابق اللي فوق. هذا المحل بالزاويه، محل قطنيات فخمه رخيص بلاش 1800، يعني اذا تصرف من البنك 18 دينار. قاعد اتكلم عن قطن فخم حيل، اذا بتصرف من اللي يصرفون من السوق السوداء يطلع يمكن 10 دنانير طقم بلاش. ها محل الشراشف اللي صورته لكم طلع هذا براند منتشر مصر لفروع وايد، وحين رايح محل كبير بالزمالك نفس البراند اسمه نايل هوم، بعد باخذ منه، اخذت شراشف ومناشف ومستوى يعني فخم جدا. وعنده سيل كان مفروض الى راس السنة ومددوه الظاهر على حظي، عاد ان شاء الله بعد الحق ممددينه زيادة. موجودين حتى بش اسمه هذا اللي رحنا له، شو اسمه اللي بشيخ زايد هذا مكان المول، هذا مول اركان، اركان هذا اركان مول، ايه موجود باركان وموجود بالزمالك وموجود بال شو اسمه بالفور سيزن اللي صورته لكم، بس الفور سيزن محل صغير. انا دلاني اياه واحد من ربع صراحه قال لي روح الفور سيزن ترى عنده خصم وعنده يعني جوده عاليه من الاقطان، هذه القطن ماله جوده عاليه على بالي. بس هناك رحت اركان مول ودخلت عندهم لقيت تشكيله اوسع، و سويت سيرش بجوجل طلع لي هم موجود بالزمالك. اخر يوم بمر اخذ منه بعد زياده صراحه. هذا هو الفرع اللي بالزمالك بعد صغير اسمه نايل هوم، بس طبعا اكبر من اللي بالفور سيزن. قدامي 83 اي ما في مشكله، بس انا بصور هذا الشراشف، هذا متر 80 وهنا مترين مترين. الشرشف 600 ها 600 مكتوب هنا، شوفوا تي 600 يعني 600 غرزة. هذا يصير نعومته عالية جدا وجودته عالية، و يعني ناعم جدا جدا قطن طبعا 100% صح. وعندهم طبعا المناشف ما شاء الله جودتها ممتازة، ومثل ما قلت لكم سعرهم الحين عليهم سيل مسوين خصم، طق اي مكان. لمتى الخصم؟ شوية. لغاية امتى؟ شوية ما يدرون لمتى، المهم مددينه.
ناعم بشكل عجيب القطن. طبعا انا اعطيكم معلومه مالت الغرزه، تبتاخذ من هني تبتاخذ مكان ثاني كيفك، بس الاقطان المصريه هي الاجود طبعا بالعالم. وترى اذا صار في نكشه يصير اخشن طبيعي، اذا صار في عفوا الوان الساده يصير انعم. وحسب الجوده ترى مرات يقولك 600 او 700 غرزه ويكون جودتها مو ذاك زود. ف يعني لو تروح مكان جودته عاليه تاخذ 600 يضاهي هناك 700 800 اللي اذا جودته مو زينه. اخذت هذا طقم سرير ب 250 جنيه بعد الخصم، كان ب 1000. 250 جنيه تدرون كم يعني؟ هذا كان 1020 عليه خصم 75%. هذا مال اطفال حديثي الولاده، يعني بدينارين ونص يمكن 30 ريال. تخيل بطن 100% من محل فخم. ولي عشان انا ما حصلت الحين برجع اللي بالفور سيزن صغير هذا عند اللي ابي. اعتقد الاقطان الزين حسب خبرتي البسيطه يكون خاضع لاختبارات الانكماش هذه. فالمتر المتر طولي طبيعي ينكمش 1 سنتي بس، 1% او اظن 1 إلى 2%، نسيت معلومه بالضبط صراحه، بس طبيعي ينكمش. اذا اكثر من كذي صراحه هذا جودته سيئه، والمفروض ان البراند هذا والمصنع هذا جودته عاليه من التوب بمصر. يعني بالفرصه اللي انا حاطها انه مسوين خصم يوصل الى 75% 50% 40% حسب اللي تشتري. هذه الفرصه، ولا ترى البراند هذا مو رخيص يعني. ورحت ورجعت لهذا الفور سيزن اول واحد، هاي ثالث مره يله. وين الحين ما ندري وين راح، شال حاله لما مستعجل تعطل امورك. هذه اللي باخذها، ما حصلتها هناك عندهم. هذا طقم كامل، اخذت الاثنين عليهم خصم 50%، كانوا 3000 الواحد صار ب 1500 الواحد، كان 3000 صار ب 1500. تقول لك ناس كثير يقول لك من طرفي، من طرفي ما فيش حد، من بعدي ايوه، يعني الناس من بسبب يقوم ايوه، لا احد يقول لك صاحبي ولا بصاحبي ايش ايوه. في ناس قالوا يقول له يقول له احنا من طرف مش علنامي، ربع مش علنامي، ما اعرفهم والله، والله ما اعرفهم. ولا ترى امس جيت له، هذا قبل امس الاخ قال لي، في قلت له احد صار عندكم زحمه؟ قال اه في واحد اسمه تقريبا مش علنامي جه يصور. قلت له شوف، قلت له احد يا من طرفه؟ قال اه كثير. قلت له اسمع، لا احد يقول لك من طرفي. ف اللي بي ياخذ ترى والله ما اعرفهم، وانا ناصح لكم يعني. شوفوا يا باشا اي حد قاعد مستانس على الله يخليك، الله يخليك، مشكور مشكور ومشكور من ذوقك، من ذوقك الله يخليك. فما في داعي من طرفي ولا من طرفي، والله العظيم انا قاعد اخذ الخصم مثلكم. شوف تسمع صوت الفلوس يعدها. دفعت ايه، دفعت هذا وكاهي الفاتوره هذه. الفاتوره ايه ما في، حط لي اياها بكيس لو سمحت.